عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعزائي طلبة وطالبات الصف الأول الإعدادي، موعدنا النهاردة إن شاء الله تعالى مع حل امتحان محافظة بني سويف بيج 138-138. نبدأ بسم الله. Listen and choose the correct answer from ABC or this one. الأول، when did he go to أحمد's house؟ متى ذهب إلى منزل أحمد؟ من خلال نص الاستماع last Friday، الجمعة الماضية. So number two، how was the weekend؟ كيف كانت العطلة أو الأجازة؟ طبعا هو عايز يقول كيف كانت عطلتك الأسبوعية؟ هنا طبعا من خلال نص الاستماع النايس لطيفة. So number three, what did they have together? What did they have together? ماذا تناولوا سويا؟ ناولوا ايه؟ يبقى طبعا دينر العشاء. سؤال number four, where did they play? ماذا لعبوا؟ او اين لعبوا؟ Where did they play? اين لعبوا؟ In the yard في الفناء او في المساحة الخارجية امام المنزل. Where did they play? اين لعبوا؟ In the yard في الفناء. من خلال نص الاستماع. بعد كده complete the following dialogue. أنهي المحادثة التالية between طارق ونبيل. طارق asks نبيل about his weekend in Alexandria. بيسأل نبيل طبعا عن عطلته الأسبوعية في الإسكندرية. قال نبيل good morning, how are you today؟ يعني كيف حالك اليوم؟ كيف حالك اليوم؟ فقال له صباح الخير good morning. فيقول له طبعا هيشكره، يقول له I am fine thank you، يعني أنا بخير شكرا. فطارق يسأله سؤال فيقول له I spent it in Alexandria، أنا قضيتها في مدينة اسكندرية. نتكلم عن العطلة، ده مكان، فنسأل بعد استفهام وير، الكلام في الماضي يبقى did، والآي تحول إلى يو، وspend هنجيب منها المصدر spend، وأبدأ أحول طبعا وأكمل الجملة عذرا، يبقى your weekend، أين أنت قضيت your weekend، عطلتك أو أجازتك. فيقول I spent it in Alexandria، يتكلم على مكان، أداة الاستفهام وير، أين المكان. spend في الماضي مستخدم الفعل المساعد في الماضي did، والآي تحول إلى يو، وارجع الفعل في المصدر من spend وكمل your weekend. بعد كده طارق how was the weather there، كيف كان الطقس هناك، كيف كانت حالة الطقس هناك. فيقول له it was، ويقول لحالة الطقس it was nice، طبعا طارق يقول لقد كان لطيف أو جميل جدا، لقد كان nice it was nice. فانا قال له nice لطيف. فسأله سؤال قال له I ate fish، انا اكلت سمك. هيقول له وماذا اكلت، يبقى ده استفهام what، كلام في الماضي يبقى did، والاي تحول الى you، واجيب بالمصدر من ate eat، what did you eat، ماذا اكلت، I ate fish، اكلت سمك. طارق قال له what else did you do there، وماذا ايضا فعلت او ماذا فعلت هناك، ايضا عملت ايه هناك كمان. هيقول له I went swimming، ذهبت للسباحة. بعد كده عندي بيج 139-139. read the following then answer the question، اقرأ التالي ثم اجب الأسئلة. بقول لي كايرو is a big city، يعني القاهرة مدينة كبيرة. القاهرة مدينة كبيرة. it's the capital of Egypt، إنها عاصمة مصر. وهي عاصمة مصر، وهي عاصمة مصر. about 20 million people live in here، حوالي 20 مليون شخص بيعيشوا هنا. There are lots of gardens، يعني هناك الكثير من الحدائق. Where حيث الفاميليز أو فاميليز العائلات can go and spend a nice time، حيث يمكن للعائلات الذهاب لقضاء وقت ممتع. There are كمان also a lot of restaurants، وكمان وهناك أيضا الكثير من المطاعم. Where حيث you can have delicious meat، حيث يمكنكم تناول الوجبات طبعا لذيذة، يبقى كلمة delicious معناها لذيذ. And different dishes وأطباق مختلفة. It's always visited by tourists for all over the world، يزور السياح طبعا أو يزورها السياح من جميع أنحاء، أو دائما تزار بواسطة السياح من جميع أنحاء العالم. They enjoy visiting ancient places، كمان بيستمتعوا بزيارة الأماكن القديمة السياحية. They تشير السياح visit the Egyptian museum to see the ancient treasures and statues أو statues. بقول لي كمان المتحف المصري، بعد وزور المصحف لرؤية طبعا مشاهدة الكنوز والتماثيل القديمة. كما كمان هم they also visit the Cairo Tower، بزروف بالقاهرة. where حيث they can have a look on the whole city، يعني لإلقاء نظرة على المدينة بأكملها، لإلقاء نظرة على المدينة بأكملها. طبعا السؤال الأول بيقول لي what is the main idea of the passage، ما هي الفكرة الرئيسية للقطعة والمقطع يعني.
فهنقول كايرو القاهرة، أو ممكن نقول كايرو إذ أبيك سيتي، ممكن نقول كايرو إذ أ بيج سيتي، إنها مدينة جميلة، أو ممكن نقول إتس ذا كابيتال أوف إيجيبت، عاصمة مصر. بعد كده السؤال نمبر 2، وير كان تورستس هاف لوك أون ذا سيتي أوف أوف كايرو، أين يمكن للسياح إلقاء نظرة على مدينة القاهرة؟ فروم ذا كايرو تاور، من برج القاهرة. يبقى فروم ذا إيه؟ كايرو تاور. سؤال نمبر 3، واي دو يو ثينك كايرو إز كراودد سيتي؟ بيقول لي لماذا، أو طبعا لماذا برأيك القاهرة مدينة مزدحمة؟ Because it's the capital of لأنها عاصمة مصر وفيها ممكن نقوله مثلا سياح كتير بيجوا يزوروها مثلا يعني، أو ممكن نقول مثلا بيها there are a lot of gardens where families can go and spend nice time، حيث كما هناك الكثير من الحدائق حيث للعائلات يمكنها الذهاب والقضاء وقت لطيف، برضو مطاعم والكثير من السياح ايه او it always دائما visited to tour by tourists for all over the world، بس احنا نقول ايه from the عذرا نقول because it's the capital of Egypt، لانها عاصمه مصر، عاصمه فطبعا بتكون ايه اكثر ازدحاما. بعد كده عندي choose the correct answer from A, B, C or D. بيقول لي delicious means كلمة لذيذ تعني tasty، اللي هي تعني الطعم قبل قبيح، وعندي هنا كلمة bad معناها سيء، وعندي كلمة طبعا nasty اللي هي طبعا معقد أو بذيء. Number 5 about space million people live in Cairo، بيعيشوا في القاهرة يبقى هنا 20 مليون 20 مليون. سؤال نمبر 6، the underlying pronoun there refers to، الضمير المسطر اللي تحت خط يشير لي tourists السياح. شو the correct answer from A, B, C or D. السؤال الأول بيقول لي people can practice a sport in or any space، بيقول لي الناس يمكن أن تمارس الرياضة في sports center مركز رياض alley، صالة البولينج alley، فون فير ملاها كوريا متحف الحياة المي. نمبر 2 I think space climbing but mountain climb اللي هو تسلق الجبل is the most dangerous sport، اعتقد اني طبعا رياضه تسلق الجبل هي الرياضه الاكثر خطوره على الاطلاق. السؤال نمبر 3 عماد سبيس دايفنج، طبعا عندي جو بياتي بعد منها الرياضات التي تنتهي باي ان جي. طيب جو تصريف الثاني بتاعها وينت، عماد وينت دايفنج لاست يير، عماد ذهب الى الغوص لاست يير العام الماضي. سؤال نمبر 4 ذا سبيس از ميد اوف ميتال، مصنوع من المعدن، يبقى نايف سكينه، بوك كتاب جاكيت ودريس فستان. Page 140 140 the space has got 8 legs to help it swim fast، لديه 8 ارجل لتساعده على السباحه بسرعه، يبقى عندي الاكتوبوس اللي هو الاكتوبوس. نمبر 6 ذا سبيس جوب از تو كاتش فيش اللي هو بيصطاد السمك، اللي بيصطاد السمك طبعا هو اصطاد السمك اللي هو فيشر مان اللي هو صيد السمك. ذا فيشر مان ذا جوب وظيفه صيد السمك هو انه هو بيصطاد الاسماك او السمك. السؤال نمبر 7 وات سبيس اوف ميوزك دو يو لايك، قال له جاز، قال له ما نوع الموسيقى اللي انت بتحبها، قال له طيب ايج عمر سبجكت طبعا موضوع او ماده، وعندي كلر لود. السؤال نمبر 8 اي سبيس فيري بيزي يسترداي، انا هنا عندي ايش فعل في المصدر يبقى محتاج واز اوير، الفاعل هنا مفرد الفاعل هنا اي بياخد واز، اي واز فيري انا كنت طبعا ايه مشغول جدا امس. السؤال نمبر 9 هودا إز سبيس ذان هودا، في مقارنة comparative صفة قصيرة المقطع زائد ER زائد ذان، في ذان ناخد صفة زائد ER، في ER ناخد صفة ناخد كلمة ذان، يبقى هودا إز تولر ذان نوها، هودا تكون أطول من نوها. بعد كده السؤال نمبر 10 بيقول لي she did the homework، هي قامت بالواجب بتاعها طبعا بنفسها لي herself. تصحيح الخطأ كلمات اللي تحت خط read and criticize underline words what is chairs، طبعا الكراسي جمع يبقى what are chairs made of، ما تصنع الكراسي. سؤال نمبر 2 you must play with a knife، يجب ان تلعب بالسكينه، طبعا لا ينبغي عليك يبقى you mustn't، لا يجب عليك ان تلعب play with a knife. السؤال بعد كده 3 احمد is a pupil تلميذ isn't he، طبعا هنا الجمله مثبته، ادي عندي الفعل المساعد عندي إذا هخليه هكتب isn't وبعد كده هكتب ضمير الفاعل يبقى isn't she أليست كذلك أو isn't he عذرا الضمير بتاع أحمد هي يبقى isn't he أليس كذلك. سؤال نمبر 4 I am going محتاج تقول الماضي يبقى to visit أنا سوف أزور سيناي. كده كنا وصلنا نهاية الفيديو، أتمنى يا رب الفيديو ينال على إعجابكم، أشكركم على المشاهدة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى.
تعالى وبركاته.